توفيراً للوقت وتخفيفاً على المواطن من عناء السفر إلى العاصمة عمان، عملت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين على فتح مراكز دائمة لتصديق الوثائق في عدد من محافظات المملكة. وبيّنت الوزارة أن هذه الخطوة جاءت للتسهيل على المواطنين وتقديم هذه الخدمة لهم في مراكز المحافظات القريبة لمناطق سكنهم دون حصرها بموقع واحد فقط في العاصمة. وتشمل المكاتب كلاً من محافظة الزرقاء في مبنى المحافظة، ومحافظة الكرك في مبنى المحافظة، ومحافظة إربد في غرفة تجارة إربد، ومحافظة المفرق في نادي المعلمين. باشر المكتب أعماله للتسهيل على المواطنين من عناء السفر والذهاب إلى العاصمة للتصديق على شهاداتهم، تنفيذا لرؤى وتوجيهات صاحب الجلالة بتنفيذ مبدأ اللامركزية الإدارية. ويستقبل المكتب في الوقت الحالي أعداد كبيرة من المراجعين. من مقر لوزارة الخارجية للتسهيل على المواطنين وعلى التجار ما يحتاجوه من وزارة الخارجية، لأنه في كثير مراجعين كانوا يلجأوا إلى عمان وبتعرف مسافة بعيدة، وكانوا يعني يقضوا يوم كامل ومرات يحتاجوا إلى العودة مرة ثانية.